انا جيت نورت البيت، انا جيت يا حبايبي. يا بيبي تشتم الناس يا عيني. ايه ده ده انت ايه؟ تعالي روح امك، تعالي روح امك. يلا اهلا وسهلا بيك يا شابة، ده انت كأنك داخلة حرب فيها ايه لما تكنسي. ده ايه الاوفر؟ اوفر اوفر ولا هوفر؟ اوفر ده تفاهة وهيفة. روحي منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. اقسم بالله العظيم انت ولية اللي تافهة، انت ولية تافهة. صحيح انت كأنك داخلة حرب فيها ايه لما تكنسي. انت مالك؟ انت تحبي تاخدي المكنسة بتاعتي الهوفر هنري عند التكنسين بيها، ومكلفة خاطرك وكاتبة العريضة دي كلها ليه؟ الايه اسمك؟ حتى اسمك معقد، اسمك معقد. الحسين عادل، مش عارفة السيد. خسارة فيك الاسم، اقسم بالله العظيم خسارة فيك الاسم. سلامتك يا ابي، الله يسلمكم حبايبي، الله يسلمكم كلكم ذوق. والله الناس اللي دخلت وقالت لي الف سلامه عليك يا ابي، اركاني مش عايزه اشوف حد يضايقني من الناس التافهه. ده انتوا اللي تافهين وحياه ولادي، اقسم بالله العظيم انتوا اللي تافهين. الناس اللي دخلت في اللايف اللي قبل ده وبيشتموناني، انتوا فعلا اللي تافهين. والله بجد انتوا فعلا اللي تافهين، لانه اصلا لما واحدة تكون غايبة تماما عن الناس خالص بقالها مدة، وتخش واحدة تقول لها تافهة. والله بجد خلاص يا ابي انشغالة، خلاص انت شغالة الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم حبايبي، معلش انا لابسة عمليات سوري جوانتي، يعني علشان انا كنت بعمل لايف على الصفحة الكبيرة ناو، ويعني بإذن الله كده لما تخلصوا لو ما شفتوش ابقوا خشوا شوفوه ان شاء الله. يعني دلوقتي احنا هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ماسك. فعلا بجد ماسك من الحاجات الفعالة يعني، وانا محتاجة، لان انتوا كلكم شايفين ان انا عيانة. بيشيل التجاعيد فعلا، بينفخ التجاعيد. alright، لانه البطاطس من الحاجات اللي بتعمل عملية نفخ للتجاعيد. هتجيبي بطاطساية، خليني اوريها لكم الاول وانا دايخة كده على روحانياتي. هتجيبي بطاطساية متوسطة او كبيرة على حسب الكمية اللي انت عايزاها، لكن انا بالنسبة لي بطاطايتين صغيرين تقشريهم نية. يا وهتجيبي مندرين اليوسفي اللي هو قشرته خفيفة، ده اليوستافندي يا وهتقشريها، وهتاخدي القشر بتاع اليوستافندي، هتقشري اليوستافندي وتشيلي القشر بتاعه. تقريبا محتاجة 2 يوستافندي على 2 بطاطس بيبي صغيرين كده متقطعين مع شوية مية، بتحطيهم يتسلقوا ويكون ده شكله بعد السلق. تستني لحد لما البطاطس تستوي كويس، وبتجيبي بولة وتحطي فيها الخلطة دي بتاعتك على بعضياتها هنا كده. طبعا انا عشان عيانة سبتها على النار اتلسعت، لكن هستعملها مش هرميها يعني، لان ده فيتامين سي، وفيتامين سي من الحاجات اللي هي اصلا مبيضة جدا للبشرة، وبتعمل فعلا تغذية عالية جدا، وبتخلي البشرة فعلا
رهيبة. اول شيء بتحتاجي ان انت تتأكدي ان البطاطس بتاعتك مستوية تماما. بحاول بس اخلص من الحاجات اللي اتلسعت مني على بال ما كنت عايزة ارد على الناس يعني، لكن انا هخلي الادمن يتعامل ويعمل بلوكات للناس المزبلة اللي دخلوا، واي حد مزبلة تاني هيخش من دلوقتي ورايح. احنا مش بنعمل بلوك عادي، احنا دلوقتي الفيس بيعمل لنا خاصية حلوة قوي جديدة. بلوك للشخص اللي اذانا ما بيبقاش مجرد بلوك، يعني بيبقى بلوك لي وللي خلفوه، قصدي لي ولأي بروفايل يعمله يعني. اول شيء بتعملي بالبلندر، بتخلطي بالبلندر البطاطس مع قشر اليوستافندي بالبلندر، بتنعميهم لحد لما تتأكدي ان هما اندمجوا تماما. alright، وهجيب الفيشة بتاعتي هنا. مساء الفل والهنا والسعادة، مساء القشطة على الناس الجميلة، مساكو ورد وياسمين حبايب قلبي، مساكو قشطة. ينفع قشر البرتقال؟ ايوة ينفع، بس القشر اليوستافندي بناخد منه اكتر فيتامينز من قشر البرتقال. البرتقال انا عملته باشكال كتيرة جدا، والمتاح عندك تقدري تعمليه. تحاولي تنعمي قشر اليوستافندي مع البطاطس، بطاطساية عادية جدا مقطعه مقشرة ومسلوق. الخلطة دي انا بعملها باشكال كتيرة، لكن النهاردة عشان انا كنت تعبانة كنت محضراها لروحي من غيركم يعني. بحاول اتأكد ان هي دابت تماما جدا اوي خالص. وكل لما تستعملين البلندر لازم تريحيه، انا بقول لك اهو. بشكر الناس الجميلة اللي دعت لي وقالت لي دعوات حلوة علشان اخف واقوم، وده بيكون شكلها بطاطس مع قش المندرين مع قشر اليوستافندي. ده بالنسبة لك ممكن يكون الخزين بتاعك لو حابة تعملي ماسك. اوكي، الماسك ده مهم جدا 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 للبشرة. ملء الخطوط والتجاعيد بتحتاجي تاخدي منه على قد ما تحتاجين. اول شيء بتاخدي معلقة او معلقتين على حسب الكمية اللي انت محتاجاها. alright، وبتحطي عليها مكونين تانيين هوريهم لك حالا. اهي انا كده اخدت معلقة وهو سخن لسه دافي ونص، كفاية دول كده على اللي عندي، وهخلي النص التاني عشان بكرة ان شاء الله اما اصحى الصبح احطه تاني على وشي عشان اقدر اخد نتيجة صح 100%. وبتحطي عليهم معلقة من الخميرة اليابسة، خميرة المعجنات اليابسة من اي سوبر ماركت، الخميرة العادية اللي كل الناس بتشتريها بودرة، مش بيكنج باودر، خميرة خميرة يا امي. وبتنزلي على قشر المندرين بمعلقة خميرة وبتخلطيهم مع بعضياتهم، تأكد بس ان النار اتطفت، وبتخلطيهم مع بعضياتهم يا لانه انا محتاجة انه الفيلر بتاعي يكون فعال جدا. لفي الخميرة بتاعتك مع قشر المندرين
مع البطاطس لحد لما تحسي انها دابت واندمجت. اول حاجة عايزة اقولها لك، الشغل في الخميرة دايما لازم يكون دايب. لو الخميرة مش دايبة مش هتديك النتيجة صح، فما تزهقيش وانت بتعملين هذا الماسك. وبعدين بتديله نقطة ماء زهر او ماء ورد المتاح عندك، تقدري تستعمليه. ماء الزهر بيشغل، خليني احطه في الغطاء احسن زي ما علموني في اوروبا عشان ابقى ضمنة نتيجة صح. ملء الغطاء 1 سكوب of rose water، ماء زهر او ماء ورد. ولما انا بحط ماء زهر او ماء ورد مع الخميرة ومع قشر المندرين، تلاحظي انه ما فيهوش احماض مؤذية للبشرة. ليه؟ لانه الخميرة دي لو هو انا اصلا حطيت عليها اي حاجة تفور يبقى في احماض، فده اكبر دليل انه ما فيهاش احماض، انه اصلا المواد اللي انا بحطها امان، يعني ما فيهاش مواد بتتعامل بتأذي البشرة. Alright. Number one في عالم الميديا انه ممكن اي حد يعمل اي خلطة، لكن الاعراض الجانبية بتاعت الخلطة دي ان انا بقولك لو انت بشرتك حساسة مش هيحصل لك حاجة من الماسك ده، لو انت بشرتك مختلطة مش هيحصل لك حاجة من الماسك ده، لو انت بشرتك جافة مش هيحصل لك حاجة، لو انت بشرتك دهنية مش هيحصل لك حاجة. فهذا الماسك suitable for everybody. يعني ايه؟ يعني ينفع اي نوع بشرة. ممكن يكرر كل يوم مواد طبيعية مش داخل فيها اي مواد خطيرة تضر بشرتك، وتتأكدي انها اندمجت تماما كده، وبتجيبي الماسك بتاعك وبتحطيه على وشك. اول حاجة عايزة اقولها، الناس اللي عارفيني كويس عارفين ان ابي لندن ووكر لما بتعمل حاجة بتكون مجرباها مرة عند اثنين عند ثلاثة يس، وبتعملها عن ثقة يعني يا وبتعملها عن تجربة يا. انا لو ما كنتش نجحت ما كنتش فرقت مع ناس كتير، كان واضح ان انا فرقت مع ناس كتير. ولو ما كنتش نجحت ما كانتش اليوتيوب كرمتني عند ادتني درع، ولو ما كنتش نجحت ما كانوش الناس اصلا اللي في اوروبا فرحانين بوجودي معاهم، زي بلد في امريكا او في اسطنبول ناس كتيرة تعرفني هناك. فانا عايزة اقول لكم على حاجة، الموضوع مش ان انت تخش وتهزق اي حد، الموضوع ان انت تعرف انت بتهزق مين. هل يستاهل منك التهزيق؟ هل يستاهل منك ان انت تهزقه؟ زي الست اللي كتبت انا اوفر دي اوفر ذا رول. حضرتك لو مش عاجبك ليه تكلفين خاطرك انت تخشي تكتبي لنا حاجه بالشكل ده على الصفحه في وسط كومنتات الناس المحترمين اللي ابي وحشاهم وداخلين لها علشان يشوفونا، الا اذا انت اصلا انسانه عندك ميول عدوانيه فحاسه ان انت عايزه تهزقي الست دي. الست دي اللي واقفه قدامكم دي وقفت قدام 200 فرد في كونسرت في واشنطن، وقفت قدام 200 فرد، عملت قدامهم كريم واحد من اللي انا بعمله لكم هنا العادي اللي بعمله لكم كل يوم يعني بمكونات بسيطه جدا يا. الكريم ده ايه؟ بلبس بحسن روحي. الكريم ده نجح لدرجة انه كل 200 فرد اخدوا منه لحظة وجربوه على ايديهم، وفي ناس جربته على مناخيرها، ولما لقوا النتيجة بتاعته فعلا حلوة
على بشرتهم كلهم سقفوا لي. المتين فرد دول مش 200 فرد من بلد واحدة، دول كانوا 200 فرد من كل أنحاء العالم، وأنا كنت واحدة من الناس اللي اجتهدوا ووصلوا لهم. والحمد لله الحمد لله أني عرفت أثبت وجودي في وسطيهم، وإن شاء الله عن قريب هقول لكم الأخبار الجديدة بإذن الله. كل اللي أقدر أقوله لكم أنه ولا كومنت وحش هيأخرني، ولا كومنت وحش هيهزني. أنا حتى لو عيانة أنت عايزة أشارك أصحابي، أنا واحدة حرة وعايشة في بلد الحرية، أنتم من اللي ما تقدروش تعملون زي الست دي. فأنا النهاردة بقولك يا مدام يا اللي كتبتي الكومنت بمنتهى قلة الذوق، ده من تربيتك عند أصلك بمنتهى البساطة، أمك عرفت تربي صحيح. يس. ودلوقتي هنجيب الماسك بتاعنا ونكمل تحصين علشان الماسك ما يقعش علينا، يعني نحاول ان احنا نتأكد انه الموضوع مظبوط. ايوه الست اللي مش عاجباكوا دي ناس كتيرة جدا بتستناها وفرحانين بيها وبيقعدوا معاها علشان يشوفوها. ده الكيس اللي عملته معاكو اخر مرة قبل معايا اهو. ناو وحبتدي احط الماسك على وشي، كنت بسيبه يرتاح قبل ما هزق حد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماسك بسيط موجود في كل بيت، تقدري بمنتهى البساطة وانت بتعملي الاكل تاخدي منه وتعملي بيه لنفسك. بإيدك الفرد يكون في المراية، دايما تكون عندك في المطبخ على بشرة نظيفة. يستحسن ان انتي تحطيه على بشرة نظيفة. الماسك ده فعال وهايل، لما بينشف بتلاقيه فعلا بجد هايل. وقع مني على الكيس اهو، شايفة انا مزدلعانة ناو، انا مبسوطة عشان انا محصنة روحانياتي. وباخد لحظة من اعرض طبق كده. قدامك سكة سفر طويلة على بال ما تقف الوقفة اللي انا وقفتها قدام الناس كلها في عالم تاني خالص، في بلد تاني خالص. وانا هنا من انجلترا من قلب لندن بقول لكم، انا لو بزعل من الناس الجهلة بزعل على جهلهم. والله لو بزعل من حد حرامي بزعل علشان هما اصلا عمرهم قصير. السارق والسارقة عمرهم قصير حقيقي. ناو اكمل لحظة من قارب طبق قدامك سكة السفر طويلة. وحننفخ للسبب اللي انا علمته لكم عشان اضيع الخطين اللي بيكونوا هنا. انفخي وقولي استغفر الله العظيم. يا في مصطلحات كده ابي معروفة بيها، فلما حد يجي يقلدها عندي يقولها يا بيتلبلب. افردي على قد ما تقدري كده عشان تتأكدي انه كسى الاماكن اللي فيها خطوط. اذا عندك خطوط فوق الشفايف حطي فوق الشفايف. البطاطس والخميرة عبارة عن فيلر وكولاجين مع بعض. الفيتامين سي فعال ومفتح جدا. اول طبقة بعملها بالخميرة بعملها الاول، وبعدين الطبقة التانية بعملها بطريقة تانية. هوريكي ازاي الطريقة دي وهوريكي ازاي الطريقة التانية. اجيب التوبة بتاعتي ولم شعرياتي
هنا كده عشان اقدر احط على الخطوط اللي بتكون في القورة. طبعا انا شعري وسخ جدا، كنت نفسي اعمل ماسك لشعري كمان كمان. شفتوا بقى ايدين ورجلين وشعر ودقن كله يا بيبي كله. وافردي على خطوط القورة بتاعتك لحسة من اعلى الطبق حوالين العين كده، لحسة من اعلى الطبق حوالين العين الناحية التانية من الناحية دي كده. تأكدي انك انتي بتحطي مواد طبيعية لا ضرر منها ولا ضرار، وحاولي ان انتي تتأكدي انها مفرودة، علشان في خطوة مهمة هنعملها سوا بعد لما اخلص الخطوة دي. ايه هي بقى الخطوة دي يا ابي؟ لازم تستني. المشاهدة مش كلام، المشاهدة تعليم. واللي يسمح لنفسه ان هو يبقى انسان جاهل ومش عايز يتعلم هو حر. ناو انا كده انزل على الخط اللي في النص لحسة من قعر الطبق على الحتة دي عشان املاها وخليها مكسية. هجيب المعلقة او البلاستيك بتاعتي اللي انا بقى استعمله، اللي هي بأخلط بيها دي، وحفرد ماسك بتاعي علشان اخليه متجانس تماما مفهوش كلاكيها. شايفين؟ ارفع البتاع دي من هنا كده وحنزل من فوق لتحت كده علشان اتأكد ان هو مفرود. alright. نمبر 1، الفرد بيخلي المواد كلها تتشبع بالبشرة. نمبر 2، لو مفيش البلاستيك دي، عشان انا بحس بالناس، هتجيبي معلقة عادية جدا وهتفردي بظهر المعلقة من جوه، بتفردي كده اهي. اوكي، انا مع الفقير قبل الغني. وبتحاولي تتأكدي ان كل الماسك مفرود تماما. الخميرة من الحاجات اللي رهيبة للبشرة. اصطبحتي من ايام الفيديو القديم اللي اتسرق، اللي الهي ربنا يوعدهم بمرض يجيلهم واتفرج عليهم وهم في نفس الموقف اللي سرقوني. الفيديو اللي عمل 3 مليون ما كنتش حاطة فيه ميك اب وما كانش فيه فلتر، وكنت طالعة بغني وبرقص وبطبيعتي جدا مع الناس كلها. يس. وعمل 3 مليون مشاهدة ليه؟ لانه كنت اول ست من النوع ده تعمل شيء بالجرأة دي. كل الناس هجمتني في الاول لكن حبوني بعد كده. اغلب الناس اللي تابعوني في 3 مليون هم اللي فاضلين معايا حاليا. اما الناس الوصولية اللي بيسرقوني عشان يكبرون على قفايا، هما مجرد حصبة زي امي ما قالت. خلاص كده انا حطيت الماسك بتاعي اوكي بالفيتامين سي الاصلي من قشر المندرين، قشر اليوستافندي. هعمل ايه؟ هغسل ايدي واوريكم الخطوة اللي جاية. طبعا انا لازلت محتفظة بالجوانتي عشان عملت ايدي. بعد لما اخلص الماسك بتاع وشي هقلع الجوانتي ده وهغسل ايديا بشوية مية دافية وهنشفها وهتبقى ناعمة زي كعب رجلي، هيبقى ناعم زي المرمر. الخلطة السحرية اللي عملتها لكم من شوية في الفيديو اللي انا لابسة فيه نفس البرباتوز وكنت بنضف السكر اللي اتدلق على الارض بتاعي، خلطة لا يعلى عليها. تقدري تعمليها كل لما تستحمي، يعني كل لما تاخدي شاور يا وتنشفي كده جسمك تعملي الحركة دي. مفيش جوانتي، البس كيس ولا يهم، بس اعمليها.
يا هتجيبي النشا، طلعي جوزك من الدولاب، ايه طلعي جوزك من الدولاب، هتجيبي معلقه نشا مش كبيره قوي، ممسوحه تقريبا، معلقه نشا ممسوحه، اوكي، على النص الخلطه اللي فاضل، وهتحطيها عليها. يبقى كده انتي عملتي خلطه من نفس النوع بال الخميره، والخلطه الثانيه بالنشا، اتنين. الحمد لله على السلامه يا ابي. وادي معلقه النشا اهي فوق البطاطس، ليه؟ عشان ازود الخلطه بتاعتي واخليها جاهزه، بحيث ان انا ادعكها كده مع بعضياتها، اهي شايفين، you can see، بتندمج بسهوله جدا البطاطس مع النشا مع قشر المندرين، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء وما بنرميش الحاجات دي خلاص. ابي علمتنا ان احنا نقدر نعمل حاجات كتيره من قشر البرتقال وقشر المندرين. الماسك ده هتسيبيه على وشك حتى يجف تماما، وهتفركيه، لازم يتفرك. في الفرك ده انتي بتشيلي طبقه وحشه جدا بتكون جلد على الوجه، وفي نفس الوقت بتبيضي، وفي نفس الوقت البطاطس بتنفخ التجاعيد. نفخ الوجه بطريقه طبيعيه، ما انتش محتاجه عمليه. كده يبقى انتي عملتي من قشر البرتقال او قشر المندرين حاجات زي ما ابي بتعملها كده، سهله عند بسيطه. وادي شكل الماسك اهو، بيعيش في التلاجة اسبوع. بصوا هايل، ده بتاع بكره والنهارده الخميره. يبقى انا كده عملت يومين ورا بعض بماده واحده فعاله، وحطيت عليها الاضافات الفعاله. كده انا اديتكم خلطتين من خلطه واحده. ما انتش محتاجه فيتامين اي ولا فيتامين سي زيت على اي خلطه من الاثنين، ليه؟ لان قشر المندرين فيه الفيتامينات اللي انت محتاجاها. يبقى انت كده وفرتي يا وعملتي لروحك تريتمنت. حبي روحك، هتلاقي نفسك واثقه في روحك. كل لما تحبي روحك وتعملي مجهود وتشتغلي على روحك يا هتلاقي نتيجه من الشغل بتاعك. واغسل بقى ايدي بعد اللي انا عملته ده اهو بشويه ميه دافيه بس اهو. كف رجلك وكعب ايدك هيكون بنفس اللون. الخلطه دي عملتها من سنه ونص، عشان اي حد حلمبوحه هتخش تقول لي دي خلطه فلانه خلطه علانه، هقول لك انا الاقدم وانا اللي طلعت الخلطات ده هي من الاول، والناس كلها بقت تقلد ابي اصلا. واغسل ايدي شويه ميه دافيه بس. ليه؟ عشان اخلص من الجريس او الدهون اللي هي اصلا ممكن تضايقني، لكن هتكون سايبه اثر يجنن على البشره اهو. تقدري بعد كده ترطبي بنقطه جريسلين زي ما انا هعمل ناو على ايدي كده. هجيب الجريسلين بتاعي اللي حبيبتي صاحبتي جايبهولي من الكويت اهو، وهاخد نقطه على ايدي نونو صغيره كانها دمعه بيبي كده كتير كده قوي اهي. and I'm gonna massage my hand together، هعمل مساج تاني بيها
عشان اتاكد انه جلدي اتشرب الجريسلين بتاعي الجميل. عايزه اشكر حبيبتي مروه، مدام مروه من عوائل الكويت، واشكر السيده والدتك حبيبه قلبي اللي عرفتني عليكي اصلا من سنه، من اشيك الستات اللي في الكويت، بحبك جدا جدا، واللقاء نصيب ان شاء الله طبعا، وان شاء الله هشوفكم اكيد. وعايزه اقول لك كمان ان العبايات طلعت تجنن، انت كنت شايفاني في العبايات اللي بعتيها لي هديه، وهديه مقبوله، ولو اني انا ما باخدش هدايا من حد ابدا، واول مره اخد هديه من حد، لكن بصراحه عجبوني جدا كل الحاجات اللي انت جبتها لي، وزي ما تكوني حاسه بالحاجات اللي ناقصه، او جايز تكوني علشان بتتابعيني فعارفه احيانا لما بقول انا نزلت ادور في شوبينج على حاجه وما بلقاهاش، جايز. الف الف شكر، وخصوصا عجبني بالاخص البرفيوم اللي انت بعتيهولي الجميل ده، انا اول مره بصراحه استعمله، انا كنت بستعمل حاجه تانية خالص، لكن العود اللي هو تحت ده، انا طبعا مش عايزه اوريكم الاسم، حتة العود اللي تحت دي بتقول ان البرفيوم ده يجنن، والديودرانت بتاعه هايل، انا فتحتها وجربتها. الف الف شكر، تجنن تجنن تجنن. طبعا انت مش جايبالي ازازة واحدة، انت جايبالي تقريبا خمس ازايز. العود باشكاله، الف شكر، هدية شيك جدا من واحدة ست شيك جدا، مقدرة طبعا مدام مروة. عايزة اقول حاجة، واتمنى ان هي لو شافتني ناو تكتب اذا كنت كدابة ولا مش كدابة. مدام مروة عرفتني عن طريق الانترنت، يس. مدام مروة كان عندها مشكلة في الشعر، مدام مروة مشيت على المكونات بتاع ابي لندن ووكر خطوة بخطوة كل يوم، لحد لما شعرها طلع بيبي هير في راسها كلها، شعرها طلع من اول وجديد تاني. الحمد لله ان انا قدرت اخلي شعرك يرجع، وارجع لك الابتسامة والثقة بالنفس. طبعا انت واثقة في نفسك طبعا من غير حاجة، لكن الانسان لما بيكون عنده شيء غلط في حياته بيبقى حاسس انه في حاجة مش مظبوطة. انت ست زي الفل، جوهرة من جوه ومن بره، مش عشان انت جبتي لي هدايا، وانا ما طلبتش منك حاجه خالص الحمد لله، وانت جايبالي بسم الله ما شاء الله حاجات، يعني انا مش عارفه بصراحه ازاي فكرتي في كل الحاجات دي. جايز تكوني بتقولي لي بالبلدي كده، يعني انت تستاهلي اكتر من كده يا ابي. لما بقول لك ليه كل ده قلتي لي انت تستاهلي اكتر من كده يا ابي، انا ما كنتش اعرف انك عندك مشكله في شعرك، وانا بقول دلوقتي على الملأ قدام العالم كله الحمد لله والشكر لله ان مدام مروة شعرها طلع من اول وجديد من خلطات ابي لندن ووكر. دي تاني حالة انا بتعرض ليها بالصدفة من غير ما اقصد، زي بالظبط مدام عايدة لما كان وشها بايظ برضو من خلطة عملتها في وشها. انا ما بدعيش على الناس بحاجة كذب، ولا بحاول ان انا اعمل دعاية لأي حاجة، انا بقول انه خلطاتي وحاجاتي لوجه الله، هي فعلا لوجه الله، وعشان هي لوجه الله ربنا بيقعد لي دعواتكم الحلوة اللي بتقعد لي فعلا، وبرغم كل حاجة بتحصل لي بلقيكوا في ظهري، وبرغم كل حاجة بتحصل لي في صفحتي بلقيكوا برضو في ظهري. بشكر كل الناس اللي عملت شير لوحدها، الف شكر الف شكر، انتم فعلا بجد خلتوني اتشجع ان اقوم وانا عيانه، امسك المكنسه، ان انضف واشتغل واعمل حاجاتي اللي كنت ناويه اعملها لوحدي قدامكم في الكاميرا. الف شكر لكل الناس النظيفه اللي بتدعي لي من قلبها في الكومنت، الف شكر لكل الناس الجميله اللي دخلت على اليوتيوب بتاعتي وابتدت تشوف حاجات ما كانتش تعرف عنها حاجه. ألف ألف شكر للأدمن اللي تعبانة معايا ليل أند النهار في مسح وبلوكات الكومنتات السخيفة. ألف ألف شكر للإدارة اللي ماسكالي صفحاتي وقنواتي، ألف ألف شكر، عمري ما هنسى لكم الجميل ده أبدا. ألف ألف شكر للست الجدعة
الوسيط اللي هي عارفة روحها، اللي فعلا ساعدتني بجدعنة. ألف ألف شكر يا بنت بلدي، ألف ألف شكر للناس الجدعان اللي لسه يمكن أكون ما شفتهمش، وإن شاء الله هشوفكو بإذن واحد أحد لو فضلت عايشة. ألف ألف شكر للناس اللي على الواتساب اللي بعتولي، والأدمن صورولي وبعتولي الحاجات اللي انتوا بعتوها لي، اللي دعتلي وقالتلي ربنا يخليكي يا أبي أبي يا أبي وش ابني اتعدل، اللي دعتلي وقالتلي ربنا يخليكي يا أبي شعري ابتدى يطلع، اللي دعتلي وقالتلي ربنا يحميكي يا أبي ويكفيكي شر الظالمين والحاقدين والحاسدين، أنا وشي اتحسن. اللي بتخش تكتب تقول فعلا أنا جربت 1 2 3 لقيته فعلا كويس. أنا بقول لكم بأمانة أنا مش عارفة أشكركم إزاي، يمكن كلمة ألف شكر مش كفاية عليكم، لأن أنا فعلا بجد تعبانة وماسكة واقفة ساندة بإيديا الاثنين عشان ما أقعش. ألف ألف شكر لكل الحبايب والأصدقاء، ألف شكر لأمي اللي استحملت إهانة بنتها وشتيمت بنتها بالباطل اللي مسرها ترد عليكم بنفسها. ألف شكر لكل الناس اللي ما تربتش وشتمتني وهانتني. ألف شكر ما تخشوليش تاني، لأن فعلا الإنسان اللي مش نظيف ملوش مكان في مكان نظيف، الإنسان اللي مش نظيف ملوش مكان في المكان النظيف. ألف شكر للناس اللي بترد غبتي، ألف شكر للناس اللي بترد بدالي لما قمت من العيا ومن المرض، ولما خلصت كل تحاليلي واستلمت الأدوية بتاعتي ورجعت بيتي محدش فيكو يعرف أنا كنت فين، لكن ألف شكر، ألف شكر بجد. دي الكلمة اللي أقدر أقولها لكم حقيقي، أنا مش لاقية كلام أوفيكو بي، مش لاقية كلام فعلا أوفيكو بي، لكن كل اللي أقدر أقوله أنتوا كلكم على رأسي، على رأسي، لأن أنتوا اللي عملتوني وانتوا اللي نجحتوني وانتوا اللي مصرين ان انتوا تخلوا صفحاتي مستمرة بالشير اللي بتعملوه. بحبكم موت، وادعوا لي اكمل علاجي على خير and اطلع لكم من وقت للتاني اطمنكم عليا. سلام عليكم، تصبحون على الف خير.